أين اللص الأسدي؟ انزل إلى السرداب حتى لا تقتل. مسيلمة لا يهرب من القتال، وأنا مسيلمة سيد الملحمة. من يقتل قارئا للقرآن أعطه 1000 دينار بل 3000. من يقتل قارئا للقرآن أعطيه 3000 دينار. من يقتل قارئا للقرآن أعطيه 3000 دينار. أنا مسلمة سرقام الملحمة. هلا دعي كاذب ذليل. ويل أمك، ثعلبك يبارد مولاه. ما كذبت عليك، ولكن الله أمرني بقتلك. أرسل عبده نورا لكل العالمين. قتلتني يا قاتل حمزة. والله ينصره ولماذا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. والخامس بكل ركن عطلته من أركان الإسلام سيف في قلبك.
أسرع ما تفرق جيشه بعد مقتله. شأن القطيع من الدواب، اقتل قائده يتفرق مذعورا على غير هدى. كم رأسا قتلت من قراء القرآن؟ ما أحصيت، ولئن قتلت آلاف الرؤوس فلن يشفي غليلي إلا رأس ضرار الأسدي. هلم إلى سجاح لتكافئك على كل رأس بما وعدت. تظنني أجيرا أيها اليهودي اللئيم؟ أنا لا أقتل إلا كي أتمكن من خصمي. هلم لتدركها قبل أن تطير بجيشها إلى يثرب. خولة سلمى، كيف أخواك وأين هما؟ بخير والحمد لله. زيد في الجيش مع خالد، وضرار ذهب إلى المدينة بكتاب الفتح. الحمد لله. أريد قربة ماء ممتلئة، فإني لم أشرب منذ استضافوني. سيصلوها الخبر بمقتل الكذاب قبل عودة درار. من هي؟ سجانة الرهائن. المرأة اللئيمة؟ أخشى أن ترسل من يقتل الرهائن في السجون. أتظن هذا؟ ولم لا؟ فما رأيك؟ أن نسبقها إلى الحيرة. الحيرة؟ لقد كنت هناك ولم تفعل شيئا. لم تكن عروسي معي. أتقصد أن أرحل معك؟ ولم لا؟ ألست عروسي؟ أترحل قبل أن يأذن لها أخوها؟ إن لم ترحل معي طوعا سأخطفها. كفانا خطفا ونهبا وسلبا يا زياد، وقد من الله علينا بالأمن والرحمة والتراحم. لا بد مما ليس منه بد. كأنك تدبر أمرا. أبشري، فقد انهزم أصحاب محمد. وأين مسيلمة الآن أيها الحبر؟ يتحصن في قلعته. رجل منتصر يتحصن في قلعته؟ حتى يتم القضاء على فلول المسلمين. مولاتي، هيا ازحفي إلى يثرب الليلة قبل الغد. مهلا حتى أتأكد من خبر المعركة. أنجزي وعدك يا حكيمة العرب. أي وعد؟ 1000 دينار لرأس كل قارئ، ولقد حصدنا أكثر من 2000، نصفهم من حفظة قرآنهم. وكيف عرفت القارئ من غيره؟ أنا رجل من يثرب، نشأت بينهم، أعرفهم واحدا واحدا، وأعرف القارئ من غير القارئ من أصحاب محمد. كأنك تطمع في 1000 دينار. ما أزهده من ثمن لبضاعة أغلى من كل ثمن. إنها رؤوس قطفت بما فيها من قرآنهم، ولو تركت لنشرت كتابهم وغرسته في كل صدر. لو بقي رجل واحد منهم بقي كتابهم، فلنقطع عليهم جميعهم في عقر دارهم وفي مسجدهم في يثرب. حينئذ ستكون مكافأتك أضعاف ما تطلب يا عبد الذهب والعجل الذهبي. أنا لا أطلب لنفسي، وإنما لهذا الرجل الذي وعدته. أنا لم أقاتل وأقتل لقاء درهم أو كنز من الدراهم، فما أنا ممن يستأجرون لسفك الدماء أو يرتزقون بحد سيوفهم. إنما جئتك لما وعدتني به من هدية تعرفينها وتحفظينها في قصرك. ما أشد وقاحتك؟ هل أنجزت ما وعدتني حتى تطالبني بمكافأتك؟ أين رأس أبيها؟ خصمك يا زوجة ذات الجدائل. سجاح، أما زلت هنا؟ ماذا أصاب عقلك يا رجل؟ ذهب مع مسيلمة.
إلى يثرب. ألم يخبرك عابد العجل الذهبي؟ ما وراءك يا نذير الشؤم؟ النصر، النصر يميني وشمالي، فوقي وتحتي، أمامي وورائي. حقا؟ تكلم تكلم يا بشير الخير. بشراك يا سجاح، مليكة البطاح، قتل الكلب النباح، مسيلمة الكذاب السفاح. دران دران درار يا درار، بجيشك الجرار أقبل أقبل وقت النهار، وعصبة الكفار ورأسها سجاح، رأسها سجاح، رأسها سجاح. أيها الحرس حصاني. قتل مسيلمة الكذاب، جيش محمد قادم، أسرعوا بالفرار أسرعوا بالفرار، أسرعوا إلى الحيرة واقتلوا كل الرهائن، وابدأوا ببنت الأسدي وبولدها نصير، أحرقوا قلبها إن كان لها قلب. أطماعك يا سجاح ضاعت أدراج الرياح، ابتعد عن طريق حصاني. طريقنا كان واحدا. قلت ابتعد عن طريق حصاني. إلي بحصاني. أدركوا الرهائن، أدركوا الرهائن، أدركوا الأطفال، أدركوا المساكين، أطلقوا سراح السجناء، أطلقوا سراح الأبرياء. أدرك الأرض برحمتك يا رب السماء، أدرك الأرض برحمتك يا رب السماء. إلي بحصاني. أدركوا الرهائن، أدركوا الرهائن، أدركوا الأطفال، أدركوا المساكين، أطلقوا سراح السجناء، أطلقوا سراح الأبرياء. أدرك الأرض برحمتك يا رب السماء، أدرك الأرض برحمتك يا رب السماء. طليحة، ماذا دهاك يا طليحة؟ هل وجدت غايتك؟ لماذا خدعتني؟ كلنا خادع مخدوع. أهذا هو الكنز يا كذاب قومك؟ أنت في بيت الله،
فلا تنطق بما يغضب الله ويغضبني. أوراق، أوراق ورقاع من جلد تخدعني وتدفعني لأخاطر بحياتي وأدخل دارك لأجد هذه الرقاع. لو كنت تقرأ لعلمت أنها مفاتيح الكنز. حقا؟ إذا دلني عليها، اقرأها. كم قرأتها وعميت عن مفاتيحها وطريقها. أخبرني إن كان لها علامات أو إشارات، فأنا أعلم قومي بالمسالك والضروب والأغوار. أخبرني. كلنا يزعم هذا، وهو أجهل الناس بأغوار نفسه وضروب أطماعه. أنا لا أفهمك يا طليحة. ولن تفهم شيئا. دعني من حكمتك وأخبرني، أين المال؟ أين كنزك المدفون؟ هنا، وليته كان هنا، ولعله سيكون إذا غفر لي ربي. هل ذهب عقلك مثل أختك؟ هاتها، هاتها، سأعرضها على من يقرأها لي. قد يكون أكثر جهلا منا بما فيها. طليحة، لقد صبرت عليك لحرمة هذا البيت، فإما أن تقرأها لي وتخبرني بعلامات الكنز، أو ماذا يا يربوع؟ هيا نخرج من الحرم. أتعدني إذا قرأتها لك أن تعمل بما تسمع؟ ما جئت إلا لهذا، وسوف أقاسمك ما أجد. هنيئا لك به إذا هديت إلي. لك العهد ألا أستأثر به وحدي. ولا خير في من يجده إذا استأثر به وحده ولم ينفع به غيره. فلماذا لم تنفع به غيرك بدلا من أن تدفنه تحت الأرض؟ لأن صدري كان أضيق من أن يحتوي كلمة منه. طليحة، أمرتك أن تكف عن كهنتك ومزاعم حكمتك. هيا هيا اقرأ. اسمع بقلبك قبل أذنيك إن كان لك قلب. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله، أفلا تذكرون؟ صدق الله العظيم. اللهم إني ضللت كثيرا وأضللت كثيرا وظلمت نفسي، وهذا مقام العائذ بك، فاقبل مني واغفر لي وأصلح لي من أمر نفسي ما أفسد. أشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا رسولك ونبيك ولا نبي بعده. هذا كتاب الصلح والموادعة إلى أهل الحيرة، اسبقنا به واقرأه على ملأ من شيوخها في مجلس إياس بن قبيصة، فإن أجابوا وإلا فارسل إلي لنخرج إليهم بعد أن نفرغ من أمر المرأة التغلبية. يا ابن الوليد، لقد هربت سجاحي وتفرقت فلولها. أدرك الرهائن يا ضرار، وأنا قادم على أثرك إن شاء الله. سمعا وطاعة يا أبا سليمان. زيد، ارحل بنسائنا إلى المدينة
وخذ أختك معك والحق بي في الحيرة بإذنك يا ابن الوليد. لك الله يا ضرار، ما علمت أحدا أصيب في أهله وامتحن في صبره وبلائه مثلك. حانت لحظة لقائك بأبيك يا ابن درار. إن رأيته فلا تدلني عليه ولا تدله علي. تريد أن تختبر القلوب؟ يقال إن الدم يحن في العروق إلى أصله وفرعه يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. تلك هي المودة والرحمة التي جعلها الله سبحانه وتعالى بين عباده، فاستوصي بأبويك خيرا. صدقت يا أخي، بأبوي فكلهما أب لي وله علي حق الطاعة والرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العظيم وسبحان مقلب القلوب. لله على كل حال يا أم أرطاء. وعلقمة، ماذا حدث يا جدي؟ كل نفس ذائقة الموت. إن لله وإنا إليه راجعون. يا أم ولدنا. افتح لامرأة أبيك. درار الأصغر، أرطأة، أليس كذلك؟ مرحبا بك يا خالة. زوجة أبيك سلمى يا ولدي. تفضلي. تبكين يا أم الفارس المسلم؟ أين أبي وعمتي وكل عشيرتي يا خالة؟ من ذا يخبر أباك؟ يا أشبه ولد بأبي. هذا طريق الشام، لن ننسى لك هذا المعروف. لما لا تأتي معنا لنقدمك إلى القيصر؟ لو طمعت في شيء ستجدني في بلاطه. أريد أن أكافئك. مكافأتي هناك في الحيرة، أريد أن ألحق بها قبل أن يفوز بها خصمي. اذهب إلى إياس وأعطيه هذا ليحقق لك ما تريد. شكرا لك. ما أحوجنا إلى مثل هذا الرجل؟ رجل لا أمان له ولا أمانة. بأمانته ومروءته أنقذ حياتك، ولكنك من قوم يجحدون الفضل وينكرون المعروف. لا أريد أن أراك. هل أغضبتك يا سيد القائد؟ لو تبعتنا سآمر بقتلك. بلغت ديارك فنطقت وأمرت وتنكرت. لئن تقدمت في أثرنا خطوة سأقتلك. لا بأس، الأيام بيننا. لن يتورع هذا الرجل عن الانضمام إلى جيش المسلمين أو أي جيش. روج مددا لجيش خالد. لجيش خالد أم لجيش أبيك درار؟ أريد أن أقاتل تحت راية أبي. راية الإسلام أقوى نسب يا فتى، والجندي لا يختار أين يقاتل، وإنما عليه السمع والطاعة. السمع والطاعة لله ولرسوله وخليفته.
الفتى يشتاق إلى لقاء أبيه، فهو لم يره منذ مولده كما تعلم يا أبا هشام. أعلم هذا، ولا أملك أن أمره بأمر أو أوجهه إلى وجهة غير ما يأمرنا بها خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. فإذا كان هناك مدد سيخرج إلى جيش خالد فأرسل الفتى معه. يا جد الغلام، نحن جند الله لا نخرج سعيا للقاء من نهوى، وإنما سعيا إلى الله ورضوانه، ونعوذ بالله من عمل نريد به وجهه فيخالطه غيره. فاجعل الله نصب عينيك يا فتى، واعلم أن الله تعالى قدر لك لقاء أبيك في موعد لا يعلمه إلا هو سبحانه. آمنت بالله. هيا قبل أن تدخل المرأة قصرها. إنه أخونا زيد. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. زياد سبقنا ومعه أختنا إلى الحيرة. الويل لهذه الفتاة، ما أشقاني بك يا بنت الأزوار. أين مولاك ملك الحيرة؟ ادخلي يا قاتلة. ما اسمك؟ وأنت من رجال سجاح؟ نعم، من بني حنيفة. من رجال مسيلمة؟ لقد تزوج من مولاة سجاح. بلغنا هذا، فكيف وقعت هذه المرأة في الأسر؟ كانت تقاتل الرجال؟ مثل الرجال. من أي قبيلة؟ من العرب. ما اسمك؟ لن تجيبك يا مولاي بغير ما سمعت. من أتباع محمد؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم قتلت من رجال مسيلمة وسجاح؟ تعني كم قتلت من رجالكم؟ امرأة تنزل الميدان تقاتل، أين رجال؟ إن كانت نساؤنا كما ترى، فانظر كيف يكون غلماننا، فما بالك برجالنا؟ كيف وقعت في الأسر؟ كانت تريد اقتحام خيمة مولاتي سجاح. كنت تريدين قتلها؟ وما زلت، وسأفعل هذا مهما طال الزمن. إن أخبرتني عن اسمك وقومك سأعفو عنك وأطلق سراحك. كاذب، لا تجرؤ. ويحك يا لئيمة. هل لئيمة تعرفها أنت أكثر من هؤلاء؟ مهلا يا مولاي الملك، إنها امرأة أسيرة، فأحسن إليها أو أطلق سراحها. مولاتي سجاح أمرت بحبسها. ولو لم تطلب لحبستها. احبسوها مع رهائن حتى أنظر في أمرها. انتظر أنت، ما أمرتك بالانصراف. عفوك يا مولاي، ولكن مولاتي أمرتني أن أرجع دون إبطاء. أحضروا طعاما وشرابا لضيفنا. بورك في مولاي الملك. إنما نريد منك ما تعلم عن أخبار القتال، فأخبرنا بما يثلج صدورنا أيها البشير. Thank you.
سيدي. وماذا تريدين منا؟ كلكن بنات؟ نعم. وأنا بنت مثلكن، رهينة مظلومة. الويل لمن حبسنا وظلمنا، الويل للظلمة، سنخرج رغم أنوفهم. أبلغ تحياتنا لمولاتك، ونرجو أن تكون صادقا فيما بشرتنا به من انتصاراتها على رجال محمد. غدا يا مولاي يصلكم الخبر اليقين. ماذا ترى يا مولاي؟ نصف أخباره كاذبة. ما عدنا نعرف الصادق من الكاذب يا مولاي. ماذا أصابك؟ صاعقة؟ حطمته اللئيمة سجاح. أخبر مولاك أني أريد لقاء. خادم مسيلمة. ما رأيته من قبل. ويحك، تشتمني؟ قد أكل الطمع عقولكم يا أتباع الكاذبة. لا شأن لك بالطمع والطامعين يا حبر الطامعين. ماذا يفعل ثعلبة هنا؟ حبسوها مع الرهائن، كاد يأمر بقتلها. عنيدة سليطة اللسان. وقد شدد الحراسة على قصرها بعد أن ضبطني الحرس يوم اقتحمته. ماذا تعني؟ كل المداخل مغلقة. والسرداب الذي قلت إنه غمروه بالماء. ويلك يا زياد، لقد قتلت الفتاة والرهائن وقتلتنا. هناك مدخل آخر، لكني لا أعرف إلى أين ينتهي. هيا بنا إليه. انتظر حتى يهبط الليل. أي ليل يا فتى؟ لقد رآني اليهودي وزفر المري. متى وأين؟ لا تتركيني يا عمتي، ما جئت إلا لأخلصك أنت ومن معك. الزموا الصمت والهدوء. انقذينا يا خال، لا تتركينا له. لن نتركك يا ريحان. عتكة، دافعي به عن نفسك. زال في دياركم أصنام لم يحطمها محمد وأصحابه. أجل، ويقفون ويضحكون، ولا ضحك في موطن الهيبة والوقار. شتمنا العربي. اقطع لسانه وأمر به ليلقى خارج القصر. بهذا ملككم غيركم وذليتم لعدوكم، فلا مروءة ولا ضيافة ولا جوار. كف لسانك يا هذا، وأفصح فيما طلبت الدخول علينا وما حاجتك. ما جئت لأطلب، بل لأعطي وأخذ رهينتي ابنتي. ابنتك؟ وما اسمها؟ عتكة بنت ضرار ابنتي. أو أنت ضرار ابن الأزور؟ كلا،
ولكني ربيتها وزوجتها من ولدي فهربت واختطفتها سجاح. وما خبر سجاح؟ هزمت شر هزيمة. هزمت؟ أكمل يا رجل. لا أدري أقتلت أم هربت. بل هربت واتجهت إلى البحر ما بين أرض العرب وأرض فارس. بشارة تلزمنا إجابة مطلبك دونما حاجة إلى هذا الخاتم. أنزلوهما منزل الضيف. بورك فيك، أنا لا أريد إلا الفتاة. أطعموهما حتى نحضر له الفتاة الهاربة ابنته عروس ولده. شكرا لك. أسمعت يا أبانا؟ ترى أيهما الكاذب، خادم سجاح بأسيرته أم ذاك الذي جاء يطلب الرهينة؟ هذا وصاحبه اليهودي، فلا يصاحب اليهودي رجل صادق أبدا، وسجاح لا تهزم. ثم إن هذا جاء يطلب رهينة لا ليحبس رهينة. فماذا ترى؟ أن تشدد الحراسة وتبث العيون حول المداخل والمشارف والقصور، وترسل البريد ليأتيك بالخبر اليقين. وذلك الرجل الذي جاء بهذا الخاتم؟ سوف وأمهل وانشغل عنه بعض ليلة. كيف تكرم رجلا أرسله الروم إليك؟ مهلا مهلا، لنرى ما وراءه. الرجل يشك في روايتك. ما كذبنا عليه في شيء. خادم مسيلمة سبقك؟ خادم مسيلمة ثعلبة؟ لقد أصبح من رجال ضرار. ومن ثعلبة هذا؟ يا أحمق، لقد رأيته وهو يخرج من القصر، وأظنه أتى بخدعة. فاكشف أمره قبل أن يخلص الرهينة. ويحك، أتكتم عني هذا؟ وهل أخبرك أمام الملك لأكشفك؟ اذهب قبل أن تضيع من يدك فتاة تباع بوزنها ذهبا. على ولدي نصير وفتاة اسمها عاتكة، حرس السجن يعرفونها. هيا. السلام على من اتبع الهدى. تحية ما سمعناها من قبل. تحية محمد وأصحابه يا إياس. رسالة من خالد بن الوليد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقائد جيوش أبي بكر الصديق.
بطل سحرك يا شيطانة الإنس. بسم الله الرحمن الرحيم. من خالد بن الوليد إلى ملك الحيرة وأشرافها ومن يساكنهم فيها من غير العرب، سلام على من اتبع الهدى. أما بعد، فالحمد لله الذي سلب ملككم ووهن كيدكم، وإني أدعوكم إلى دين الله الإسلام، فمن صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فذلك هو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. وإن جاءكم كتاب هذا فأطلقوا سراح الرهائن وأرسلوهم إلينا، وسارعوا إلى دين الله أو الجزية، وإلا فوالذي لا إله إلا هو لأبعثن إليكم قوما يحبون الموت كما تحبون الحياة. ما أشد جرأته. ما رأيكم فيما سمعتم؟ الله أكبر، الله أكبر. لكأنه حبسنا. انتظر حتى يطلبكما مولاه. رأيت، لقد حبسنا، لأجعلن قيصر يسحله. ماذا جاء بكما؟ ما جاء بك؟ اذهب واقتل إياسا ولك نصف ما أملك. ما زلت تملكين شيئا؟ تملك جمالها يا أحمق. ما جئت لإياس، إنما للفتاة الرهينة يا سجاح. إذن لا تهرب قبل أن تأخذ الرهينة. وأين هي؟ لن أدلك عليها قبل أن تقطع رأس إياس. امرأة مخدوعة حمقاء. إذا خرجت من هنا ستخرج إلى الصحراء وتجد الحرس في انتظارك ليقتلوك. فكيف الخروج إذن؟ هذا الباب يوصل إلى قاعة عرش إياس. اذهب اطعنه وارجع، تجد عاتكة في انتظارك. هيا. كيف اطعنه وقد جردوني من سلاحي؟ هات الخنجر.
أرى أن تجيب القائد المسلم إلى طلبه وتطلق سراح الرهائن. الإسلام أو الجزية أو القتال، ما قولكم؟ القتال، الصلح. لا بأس من قبول الجزية، فقد كنا ندفعها أضعافا مضاعفة إلى غيره الذين كانوا ينهبون أموالنا وزروعنا. ومبلغ علمي أن أصحاب محمد لا يعتدون. ذلك هو الرأي، فإن قوما غلبوا خصومهم في كل موقعة لا يردهم إلا الصلح والموادعة. يا للهوان والتخاذل يا ملك الحيرة. سجاح، من أين دخلت؟ من السقف، من الأرضية، من الجدران. سجاح لا يمنعها شيء ولا يردها شيء. اقبضوا عليهم واقتلوا هذا الخائن الذي أجلسته على عرش الحيرة فأراد أن يسلمها لأهل محمد. اقتلوها. هيا. كل من قاومنا قتلناه. قتلتم ولدي يا خونة. سجاح، ما قتله إلا أنت كما قتلت أباه. اقتلوهم جميعا. أدرك ابنتك وأختك يا أدرار. اخرجوا إلى النور. ابنتك بخير يا أخي. خولة، ماذا جاء بك إلى هنا؟ لأحمي بنت أخي. أتي بورك فيك يا أبا أرطأة وعاتكة. أبي عاتكة. زياد، أنت مصاب؟ فداك دمي. أنا ليست في قلبك، إنها في أغوار قلبي يا صهرنا. انهض انهض أيها الشقي. إن كتبت لك السلامة سأجعل زفافكما هنا. بقي من مهر العروس أهم رأس من رؤوس الفتنة. من؟ سجاح. ألم تقتل؟ أدركها قبل أن تفلت وتثير الفتنة حيثما نزلت.
ثعلبة. عبد الله يا صاحب رسول الله، احملوا أخانا عبد الله. في أي دين أو شريعة تقهرون الأبرياء وتجعلون الأحرار عبيدا سجناء؟ أقسم لو لم تفعلوا غير هذا لكفاكم يا أتباع محمد. إلى أين يا عدوة الله؟ بطل سحرك يا شيطان! ارمي خنجرك يا امرأة. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. كاذبة! هل شققت عن صدري؟ وأشق صدرك يا كافرة! أتقتل امرأة آمنت بالله ورسوله؟ وأقتلها ألف مرة إن استطعت. انزل خلفها، فإن كانت لم تمت أخرجها لننقذها، فلعل الله قد تاب عليها. أما زلت تعامل الأعداء بأخلاق الفرسان؟ بل بأخلاق الإسلام. إذن انزل خلفها وحاول أن تنقذها، وأقسم إنها ستقتلك بأنيابها أيها المسلم الطيب. قبل يد مولاك ومولى أبيك يا ولدي. من الغلام؟ هذا ولدي نصير. كيف أنقذته من بين مخالبها؟ تلك قصة أخرى يا أبا أرطأ. فصبر جميل، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، إنه هو العليم الحكيم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. هيا بنا. إلى أين يا أم أرطا؟ إلى المسجد. سبحانك يا من تهدي من تشاء، اللهم اغفر لي وأعني على طاعتك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. هيا يا أم أرطاء. السلام عليك يا عمنا. وعليكم السلام يا ابنتي. أما من خبر عن زوجك ومن معه من أهل بيتكم؟ ترقبنا عودته بعد أن نصرهم الله على الكذابين، لكنهم طردوهم إلى الحيرة وما ندري متى نراهم. سيظل الصدق يحارب الكذب، وسيظل الحق يطارد الباطل إلى ما شاء الله. سنذهب بعد الصلاة لأم المؤمنين عائشة. كنا بالأمس عندها يا سلمى.
إن دارها مفتوحة لكل المسلمات يا سهية. أخشى أن نثقل عليها. فإن علمت أنها هي التي تطلبك. رضي الله عنها وأثابها، واستني وخففت عني حتى شرح الله صدري للإسلام. هيا بنا. اللهم رد غائبها. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. أما بعد، فوالله ما نصرنا بكثرة ولا قوة، ولكن بخطة أرادها الله وصدقنا في إنفاذها. وإن الثبات على العقيدة والخضوع لله والطاعة في غير مذلة والرفق بالضعيف والبطش بالظالم القوي والتزام أوامر الله واجتناب نواهيه كلها من عوامل النصر. صدقت أيها الرجل. وليعلم كل من حضر من أهل تلك البلاد أن ديننا يأمرنا بالعدل والرفق والرحمة والمساواة بين الناس، فمن كان منكم على دين موسى أو دين عيسى عليهما السلام فهو على دينه، يعبد ربه في ديره أو صومعته أو معبده أو كنيسته كما يطيب له، أو يسلم إن شاء بلا إكراه ولا إرغام. نصركم الرب، نصركم الرب. أما من كان على وثنية وشرك من عبدة الأصنام أو النار أو النجوم أو الكواكب أو غيرها من أوهام المخلوقات، فله علينا أن ندعوه إلى هذا الدين الحق ونبصره بما لا يعلم منه، فإن أجاب واستجاب وآمن بالله ورسوله كان له علينا حق الإخاء. مثله في ذلك مثل خليفة رسول الله وكل مسلم، وإلا فله أن يختار، إما أن يرحل عن هذه الأرض أو نقاتله حتى الموت. لقد عذرتم رب السماء، وإنا لكم عون في هذا. وليعلم كل من حضر من إخواننا جند المسلمين أني لن أترك رجلا منكم دخل دارا بدون إذن أهلها أو خوف أحدا أو روعه أو قطع غصنا من شجرة إلا لحاجة أو مد بصره إلى الحرمات، فمن فعل منكم شيئا من هذا فوالله لأجعلنه مثلا وعبرة. بورك فيك. نصرك الله. أتأذن لي أيها القائد الفاتح؟ ما أنا بقائد، وإنما أنا رجل أمر فأطاع، وما أنا بفاتح، فالفاتح هو الله تعالى. تكلم يا رجل. يا من حضر من عرب الحيرة والعراق، لقد كنا تحت نير المجوس عباد النار يتعاقبون علينا ويكرهوننا إكراه الذليل، يأخذون منا الجزية إتاوة وقهرا، ولا يتركون لنا أرضا ذات ثمر ولا بستانا إلا نهب ثماره،
وما تركوا منا رجلا شريفا في قومه إلا أخذوا أعز ولده رهينة في سجونهم، وما تركوا منا عزيزا إلا أذلوه. وما يوم مقتل ملكنا النعمان بن المنذر ببعيد. اترك هذا الأمر لغيرك ياس، ولتنسى الماضي. وقد حق عليهم حكم رب السماء، فزلزل عروشهم وأنصفنا بهؤلاء، وإنهم أبناء عمومة وخؤولة وذو قرب ورحم ولسان واحد يجمعنا، قبل أن يكونوا دعاة لهذا الدين الجديد. دعنا من القربة والقرابة، فكلنا لآدم وآدم من تراب. وإن كنتم سمعتم ما أثلج صدوركم وطمأنكم على أرواحكم وأموالكم، فإني ورب السماء أعلم عنهم وعن دينهم ما لا يعلمه بعضكم، وإني أشهد الله وأشهدكم أني آمنت بالله الواحد ورسوله محمد وما جاء به. لا إله إلا الله، محمد رسول الله. الحمد لله. تقدم. لتكن حاكما على قومك، فأنت أعلم بهم. بورك فيك. ما رأيك في هؤلاء الأسرى أيها الأمير؟ القتل أيها الخائن اللئيم. أيها الرجل الطيب، لا تحكم هواك وأنت غاضب، واعلم أن الله تعالى وصف عباده بقوله: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. صدق الله العظيم. خذوهم إلى معسكر الجيش ليرى فيهم خالد بن الوليد رأيه. لتكن حاكما على قومك، فأنت أعلم بهم. بورك فيك. ما رأيك في هؤلاء الأسرى أيها الأمير؟ القتل أيها الخائن اللئيم. أيها الرجل الطيب، لا تحكم هواك وأنت غاضب، واعلم أن الله تعالى وصف عباده بقوله: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. صدق الله العظيم. خذوهم إلى معسكر الجيش ليرى فيهم خالد بن الوليد رأيه. أيتها العنقاء، لماذا لم تتركني أموت؟ مثلك تموت جسدا وتبقى مثلا لمن يخلفها. ستظل سجاحي أبدا يا فاتنة الرجال. أيها الكاذب الدجال، لماذا جئت بي إلى هنا؟ أنا ما زلت في حاجة إلى سجاح، وألف ألف سجاح ما بقيت دعوة محمد. ويح سجاح، تركها أعوانها وضاعت أطماعها أدراج الرياح. لا ملك ولا تاج ولا عرش ولا زوج ولا ولد، لا شيء لا شيء، ضاع كل شيء. استريحي
استريحي يا سجاح، يا فاتنة العرب استريحي، فإن القيصر العظيم يريدك ليكافئك. يكافئ الكاذبة المنهزمة، المخدوعة الخادعة؟ أين العنسي بما كذب؟ أين مسيلمة بما كذب؟ أين سجاح بما كذب؟ أين طليحة بما كذب؟ دالت دولة الكذابين. وهل يقضى على الكذب أبدا؟ استردي عافيتك لنعيث في الأرض فسادا، ونواجه دعوة الصدق بدعاوى الكذب. وما الجدوى؟ وما النفع والثمرة؟ إثارة الشك والريبة والبغض والكراهية إلى يوم الدين. تعلمون أن هناك يوما للدين والحساب ولا ترتدعون؟ حسبك يا حكيمة العرب، لقد بطلت الحكمة وبقيت الخديعة والغواية، ولن يزعزع دين محمد إلا الغواية. الغواية من الشيطان، وقد هجرني شيطاني. شيطانك يجثو بين يديك، يأمرك بأن تنهضي لتبثي سمومك أشد فتكا مما كانت، وإنا لهذه الدعوة لبالمرصاد. هيهات، فإني أرى نورها يعبر الآفاق رغم أنوفنا. سترحلون إلى مدينة رسول الله، وسنرسل إلى آبائكم وعشائركم لنردكم إليهم معززين مكرمين. ولكن بعضهم لا نعرف له عشيرة ولا أهلا. من ليست له عشيرة فالمسلمون كلهم عشيرته وأهله، ومن ليس له أب فكل رجل مسلم أبوه أو أخوه، إنما المؤمنون إخوة. بارك الله لك ورد غائبك يا أبا أرطأة. ولدي لم يعد غائبا، لقد أصبح جنديا محاربا في سبيل الله. يا أبا أرطأة، بشراك يا أبا أرطأة. قد شفي جسدك، فهل شفي صدرك يا أبا نصير؟ ما شفي الجسد إلا بشفاء الصدر، ولله الحمد ومنه المغفرة. هل أدلك على عمل تتقرب به إلى الله، ولك في كل حرف وآية حسنة إن شاء الله؟ ما أحب هذا إلى نفسي. علم أبناءنا هؤلاء أمور دينهم حتى نرحل بهم إلى مدينة رسول الله. جزاك الله عني وعنهم خيرا يا أبا أرطأة. هلموا يا أبناء الإسلام، هيا. أحمد الله ومرحبا بالموت في سبيل الله. إن شاء الله ستخرج من هذه الغرفة سليما معافا، كما خرج منها رجل سبقك ورقد في نفس هذا المكان جريحا حتى الموت، لا يدري كيف حمل من أرض الحجاز إلى هذه الغرفة ذات يوم. من تعني؟ أعني رجلا كان طاغية يظن أن لن يقهره أحد، فقهرته نفسه حتى فقد الأهل والولد. فقد الأهل والولد،
كذلك أنا. لا يا أخي، أنت قدمت نفسك وولدك وزوجتك في سبيل الله. كذلك أنت يا ابن العم. لا لا عليك يا زيد، والآن نريد أن نعوضك عن زوجتك بزوجة مسلمة، فهل تقبل؟ كيف لا، ولكني في حال. حالتك هذه لا يعينك عليها إلا الله، وزوجة صالحة تسهر على راحتك، فقد نخرج إلى القتال وأنت في فراش المرض. الأمر ما تراه يا أبا أرطأ. لقد رأيت أن نزوج أخواتنا المسلمات الرهينات ممن يرغب في إحداهن، ممن لا تعرف لها قبيلة ولا عشيرة سترا لهن، فانظر في من ترغب فيها. إن كان ولا بد، فهل تقبلني صهرا يا أبا عاتكة؟